السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم ان شاء الله هجيت لكم فيديو جديد وبحيل هائلة غتسهل عليكم الكثير وتوفر عليكم الوقت والمجهود واستعمالات متعددة وجديدة لهذه التسليفة، غتفيدكم بزاف بالاخص في الشهر الفضيل. الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والهنا وراحة البال، والله يحفظ الجميع يا رب. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعة وعلى التشجيعات الرائعة ديالكم وعلى التعاليق ديالكم الطيبة، وكنرحب بالجميع. وما تنسونيش بلي لايك والبارطاج واللي كيهمو الامر، وبغيت نكتشف هاد الاستعمالات العجيبه لهاد التلافه وهاد الحيل المدهشه. ما علي الا فيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. غندوزو لاول استعمال وفاش ممكن تفيدنا هاد التلافه هادي. غتفيدنا في لي مول ديال الكيك. الا عندك لالا شي مول ديال الكيك كيما بغا يكون نوعو، ماشي بالاخص يكون هذا، المهم نتوما النوع اللي تديرو فيه الكيك غير يكون ما عندوش هذاك، يعني داك المول اللي ما متقوبش. ما عندكش وبغيتي ديري كيكه من داك النوع، اولا بغيتي ديري شي كيكه اللي محتاجه ان الوسط ديالها يكون متقوب، ما عليك الا انك تاخدي هاد الزلافه هادي، ولكن تحاولي انك تدهنيها يعني كيما دهنتي المول ديالك، دهني حتى الزلافه ديالك وترشيها حتى هي باش مرشيتي المول، سواء الدقيق سواء الكاكاو سواء باش مرشيتي، وكتحطي الزلافه ديالك بهذه الطريقه هادي وكتفرغي الكيك ديالك بكل ارتياح يعني بكل امان. كتحاولي في الاول انك تحاولي تضغطي على الزلافه حتى تتخوي الكيك ديالك، وكيجي الوسط ديالو مغاير يعني، وكتحصلي على واحد الكيك اللي هائل. نتمنى هذه الفكره البسيطه انها تفيدكم باذن الله وبالاخص في الشهر الفضيل. وغادي ندوزو للفكره المواليه. غادي ندوزو الفكرة الموانية فاش ممكن تفيدنا هاد الزلافه هادي. غتفيدنا كما كتعرفوا في التغربيل ديال الدقيق، يعني فاش كنبغيو نغربلو الدقيق وبالاخص فاش كنديروها الطريقه هذه، يعني كنجلخوا المطبخ ديالنا الانيه اللي حنايا كنديروا، يعني كل شيء كيعمر لينا بالدقيق، المكان كله اللي حنايا كنغربلو فيه الدقيق كيتجلخ لينا، وبالاخص كذلك تيطير لينا هكا الاواني. كنديروش هذيك الطريقه الاولى اللي شفتو معايا، يعني كنجيبو الدقيق ديالنا وكنحاولوا اننا الا كانت زلافه كبيره اولا صغيره كنقلبوها في هاد الغربال هذا، كنبقاو نديروها الطريقه هذه، يعني ما كيطيرش معانا الدقيق نهائيا، يعني بسرعه تنغربلو الدقيق ديالنا. لاحظوا معايا يعني بسرعه تبقى الانيه ديالتكم نقيه. نتمنى هاد الطريقه انها تفيدكم باذن الله. غادي ندوزو للاستعمال الموالي وفاش ممكن تفيدنا هاد السلافه هادي. غادي تفيدنا في الحرشه باذن الله، سواء المعمره بالفرماج ولا المعمره بالفرماج والزيتون ولا كذلك العاديه، غادي نستافدو من هاد السلافه هادي وغتسهل علينا الطريقه. الا بغيتو المقادير والطريقه بالتفصيل نخليكم الروابط ديال كاع الحرشه اللي تقاسمت معكم في صندوق الوصف. غادي ندوزو باذن الله للطريقه. غادي ناخدو اي نوع ديال الزلافه نتوما بغيتو، وغتجيبو السميد اللي كتشيطو باش انكم طيبوا الحرشه ديالكم. كما قلت لكم راه تقاسمت معكم الحرشه بالفرماج والزيتون، والحرشه كذلك العاديه، والحرشه السائله في 10 دقائق، والحرشه كذلك في المقله العجيبه. كنجيبو السميده ديالنا كنوزعوها كما كتشوفوا معايا، هي كتسهل علينا اننا ما كنكوروش بيدينا، واخا تكون الحرشه يعني مرخوفه ما كتفكروا ما كتخمموا، يعني هائله هاد الطريقه هذيك. تحطوها بهاد الطريقه هذه كما كتشاهدوا معايا. وشنو هي الطريقه اللي غادي نديرو؟ وهي هاد الشكل هذا، لاحظوا معايا، لاحظوا معايا الحرشه ديالنا يعني تلولبات بواحد الطريقه اللي هائله. صافي دابا ما نحتاجوش كاع نجلخو يدينا ولا حتى شي حاجه. غادي نجيب غنطيبها في المقله العجيبه. غادي نرش المقله ديالي بالقليل ديال السميد كما كتشوفوا معايا. بعد ما رشيت المقله دابا شنو غندير؟ مباشره من هاد الزلافه هادي المقلات، وغادي نحطوها بهذه الطريقه هادي كما كتلاحظوا معايا. نتوما ديروا الحجم اللي بغيتو، وبالنسبه الى ما بغيتوش انكم تستعملوا يديكم لانها بالفعل كتجلخ شويه اليدين، اشنو هي الحيله اللي غادي ديروا؟ غتاخذوا مثلا القدر ديال المعلقه مملوءه بهذا الشكل هذا، يعني كتاخذوا القدر اللي نتوما باغيين سواء صغيره ولا كبيره. غادي ندير هذه وغندير معكم معمره بالفرماج، لاحظوا معايا، ومن هنا كنديروها مباشره في المقلات كما كتشاهدوا معايا. دابا غادي نديرو الحريشات بالفرماج. غندوزو دابا نديرو الحرشه بالفرماج معمره بالفرماج كما قلت لكم، يعني ما تحتاجوش كاع انكم تسخو يديكم. كتجيبوا الخليط ديالكم بهذا الشكل هذا،
كتحاولوا انكم تجيبوا القدر اللي بغيتوا ديال الحرشه ديالكم، وكتحاولوا انكم تسرحوها بهذا الشكل هذا، وكتجيبوا واحد شويه ديال الفرماج بهذه الطريقه هذه القياس اللي بغيتو نتوما. بغيتو حتى الفرماج السائل ممكن ديروه. لاحظوا معايا دابا شنو غندير، غادي نضيف شويه، غادي نضيف واحد شويه من الفوق بهذا الشكل هذا، وغنحاول انني نجمع الجوانب فقط بالمعلقه وغادي نلول بها. لاحظوا معايا يعني بلا ما تعذبوا بلا حتى شي حاجه. دابا مباشره غادي نجيبها ونوضعها في المقلاة ديالي. كنتمنى نكون نفيدكم باذن الله بهذا الحيل والسعد، وتساعدوا ريوسكم كذلك. لاحظوا معايا هذه حتى هي اللي عامره بالفرماج، يعني كتجي هائله. واخا تكون الحرشه كما قلت لكم كبيره، يعني واخا يكون الحجم ديال الحرشه كبيره، ديروا ليها زلافه تكون كبيره. يعني كما كتعرفوا الحرشه الكبيره كتعذب فاش كنبغيو نلبوها، لبوها هنايا كما كتشوفوا معايا. يعني بعد ما ساليت بفضل هاد الزلافه هذه، يعني ساليت الحرشه ديالتي بسرعه وطريقه هائله. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وانكم تستفدوا منها باذن الله، بالاخص في الشهر الفاضل. وبالنسبه لاستعمال المواليف، فاش ممكن كذلك تفيدنا الزلافه، غتفيدنا في الغسل ديال الزربيه. في الحقيقه هاد الطريقه هذه شفتها وعجبتني وجربتها بالفعل هائله. وإلا بغيتو نخلي لكم الطريقه كذلك ديالي باش غسل الزربيه، نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. يعني فاش كتسردوا الزربيه ديالكم وكديروا ليها كل شيء، يعني هاد الطريقه هذه فعاله ومريحه كذلك، وانها كتخرج بالفعل كتخرج الطبيع بواحد الطريقه رائعه. يعني التحيه للعيالات اللي اكتشفوا الطريقه هذه، لانها بالفعل طريقه هائله ومساعده كذلك. كنتمنى هاد الحيله كذلك تفيدكم في الغسل ديال الزرابي، وغادي ندوزو للحيله المواليه. وبالنسبه للحيله المواليه راني ديجا تقاسمتها معكم فقط دابا، لانها عندها علاقه بالزلافه وحتى هي كتنفعنا هاد الحيله هذه وكتفيدنا الزلافه فيها. شنو كنديروا الا بغينا نبخروا الخضر ديالنا وبغينا نبخروا واحد الكميه اللي هي قليله لوليداتنا ولا لينا حنا، ما فينا اللي يوسخ الانيه الكبيره والكسكاس وداك الشيء على كميه قليله، كتاخدي على واحد الانيه كما بغات تكون اللي هي متوفره عندك. كتقطعي كويرات ديال الورق ديال الالومنيوم، وكديري القليل ديال الماء، كتقطعي الخضره ديالك اللي انتي باغه تبخري، وكتوضعي و الا انت باغه خضره شويه كثيره ديري انيه اللي كبيره، وديري زلافه كذلك اللي هي كبيره، وديري الخضره اللي بغيتي وسدي عليها وحطيها فوق النار، كتبخر بواحد الطريقه هائله. نتمنى هذه الفكره كذلك تفيدكم في الزلافه، وغندوزو للفكره المواليه. وبالنسبه للفكره المواليه عندها علاقه بالطنجره ديال الضرب كما كتشوفوا معايا. نخليكم باذن الله استعمالات المتعدده لهاد الطنجره هذه اللي غتفيدكم في الشهر الفاضل، وكذلك غادي نخلي لكم كذلك الوصفات اللي درنا سراف 10 دقائق بلا ما بلا حتى شي قطره ديال الماء، نخلي لكم اسفل الفيديو. شنو الفكره ديال اليوم؟ الفكره ديال اليوم ديجا تقاسمتها معكم وكيرا داخله في استعمالات ديال الزلافه. فاش غتفيدك الزلافه؟ غتفيدك كذلك الا بغيتي انك ديري الخضر ديال كل اللحم ديالك في الكسكاس، ولكن تيطيح يعني كيطيح معك معلك الا بزلافه. اشنو غديري؟ اما غادي الا كانت عندك طنجره صغيره غديري زلافه صغيره، الا كانت طنجره كبيره كديري زلافه كبيره كما درت معكم. غير سوا كتحطيها هكا سوا كتقلبيها، يعني في كلتا الحالتين راه نافعه هذه الطريقه هذه. وكتحطوا الكسكاس ديالكم بهذه الطريقه هذه، بخروا اللحم ديالكم الخضر ديالكم باي طريقه، يعني امنه الزلافه كتنفعنا بزاف. وكنستعملوا كذلك الزلافه في التزيين ديال السلطات المغربيه، راه معروفه ممكن اننا الا بغينا نديروا فيها الارز ونقلبوه هكا في الانيه وتندوروا الخضر ديالنا، داكشي كاع اللي عندنا، يعني هي انها كتثبت لنا الخضر، يعني ما كيتزداوش لنا الخضر مع بعضياتهم. وثاني حاجه الا درنا فيها الرز يعني كتعطي واحد المنظر اللي هو جميل. وكذلك استعمال معروف انها كتقدم مع الرفيسه المغربيه، وكنديروا فيها الحلبه وكنديروها فوق الرفيسه، يعني الطبق اللي هو شعبي وهائل ومعروف. وغندوزو للاستعمال الموالي، فاش ممكن تفيدنا هاد الزلافه هادي؟ غتفيدنا الا بغينا نقطعو اي نوع ديال العجائن، سواء درنا هكا لي شوستون او درنا البطبوط او درنا بغينا شي قطعه لي دائريه، هادي يعني كناخدو العجين ديالنا وكنبقاو نقطعو كيشكل لينا واحد الطريقه لي هائله. كنتمنى كذلك هاد الحيله انها تفيدكم واخا متكونش عندكم قطعه دائريه. وغندوزو للحيله المواليه. وبالنسبه للحيله المواليه، فاش ممكن تفيدنا هاد السلافه هادي؟ غتفيدنا الا بغينا نعمرو شي حشوات، بغينا نعمرو شي بطبوط هكا ولا ملوي ولا بحال البسطيلات اللي درت معكم بالمسمن. يعني كتاخذوا المسمنه ديالكم فاش كتسمنوها وتربوها كتحطوها في هاد السلافه هادي، وكديروا الحشوه ديالكم على خاطركم.
كتاخد لكم الفورمه ديال الزلافه اللي نتوما باغيين. فاش كديروا الحشوه ديالكم يعني كتقلبوها كتجيكم سهله، اي بسطيلات صغار، اي حاجه بغيتو تعمروها كتعمروها، اي عجين يعني بغيتو تعمروه بشكل دائري وفردي كتعمروه في الزلافه. كنتمنى هذه الفكره تفيدكم. وغندوزو لاهم استعمال لهاد السيمانات هادو، فاش ممكن كذلك نستعملو هاد الزلافه هادي. غنستعملوها في تحضير الكيك، الكيك السريع ديال الطنجره اللي غادي نديرو كيك مسلوق، ولكن هادي ديجا محضره معكم كيك مسلوق ولكن في جبانه كبيره، في زلافه كبيره. اليوم باذن الله غتشوفو معايا كيك مسلوق في زليفات صغار، يعني تقدمو لوليداتكم بشكل جديد كذلك وطريقه سريعه وهائله وناجحه 100%. وغادي نجيبو الكيك ديالنا اللي حضرناه في هاد الآلة العجيبة اللي ديجا حطيت لكم استعمالاتها. غادي نخلي لكم الرابط اسفل هذا الفيديو اللي بالفعل الكيك ديالها راه هائل كما كتشوفوا معايا. غادي نقسم هذا الخليط ديالي على جوج باش نحصل على جوج وحدات باللون ديال الكاكاو وجوجات بيضات. غادي نقسموا دابا هذا الخليط ديالنا، وكما كتشوفوا معايا رانا ديجا فرغت الخليط الاول في الزلافات الاولين، يعني ما كدهنوهم حتى شي حاجه. والخليط الثاني غادي ندير فيه الكاكاو كما قلت لكم كما كتشاهدوا معايا. ولا ضفتوا الكاكاو جاكم الخليط شويه بحال ثقيل، كدير واحد المعلقه ديال الحليب. غادي دابا نخلط هذا الكاكاو مع هذا الخليط اللي بقى ليا ديال الكيك، وغادي نديروه في الزليف. ودابا كما كتشوفوا معايا بعد ما ضفت الكاكاو الخليط ديالي، غادي نضيفوا لهاد الزلافات هادو. كما قلت لكم راه ما كندهنوهم حتى شي حاجه، ما كتحاولوش انكم تعمروا الزلافات لان الا عمرتوهم راه غيفيضوا لكم. ودابا بعد ما ملات الزلافات ديالي كاملات كما كتشوفوا، دابا غنجيب مغليان وغتحاولوا انكم تحيدوا واحد الزلافه باش ما تقيسوش الكيك ديالكم. دابا بعد ما درت واحد الكميه قليله ديال الماء كما كتشوفوا معايا، يعني ما قليل ما كتوصلوش كاع، غير تتفوتوا كاع ديال الزلافه شويه وكديروا داك الماء اللي ما يتبخرش بسرعه. غادي ندي دابا الكيك ديالي فوق النار واحد المده ديال 20 دقيقه وغادي يطيب باذن الله. ما تحلوش عليه حتى تفوت 20 دقيقه وغتقلبوه بواحد الكوردون، ولكن اهم شيء انكم غتاخذوا واحد الفوطه غتلبسوها الغطاء باش يشرب البلل، يعني باش الكيك ديالكم فاش يطيب ينشف ما تقيسوا حتى شي قطره ديال الماء. دابا غادي نحط الغطاء ديالي، والمكان ديال الصفاره هو غادي نسدو بالصفاره، ولكن ما غاديش نسد الغطاء، غادي غير نحطو نثبتو مزيان ونديها فوق النار على نار مهيله. وغادي تشوفوا معايا الشكل النهائي ديالها، راه ديجا دايره معكم الكيك ديال الفناجين. غنخلي لكم الرابط اسفل هذا الفيديو باش تشوفوا كذلك الطريقه بالتفصيل. غندوزو دابا نفتحوا على الكيك ديالنا بعد ما دازت واحد المده ديال 25 دقيقه فوق النار. كما كتشوفوا معايا يعني لاحظوا النتيجه الهائله، والكيك ديالنا ما شاء الله، يعني شوفوا الحجم ديالو. غادي ندوزو نجربو واحد التجربه بالكوردون، شوفوا لاحظوا معايا يعني كله ما شاء الله، يعني هانتوما يعني طايب وناشف من الوجه ديالو، يعني كيجي هائل. لاحظوا راه ما كيلصق ما حتى شي حاجه، لاحظوا معايا. والماء كما قلت لكم ديروا كميه قليله باش يلاه تجي مع الوقت، تجي يعني غير يطيب الكيك الماء تيقلال. دابا غندوز نقدمو لكم وكتزينوه باش ما بغيتو، بالفعل كيجي هائل. وغادي ندوزو نقدمو الكيك ديالنا كما كتشوفوا معايا، لاحظوا معايا يعني ما شاء الله، وراه بسرعه يعني كيتفك معنا، غير خلي واحد شويه يبرد في الطنجره. هانتوما لاحظوا، دابا غندوزو باش نقلبوها تشوفوها، لاحظوا ما شاء الله، يعني واخا ما ندهوناش يعني ما كتلصق ما حتى شي حاجه. لاحظوا الكيكه ديالنا الهائله، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم باذن الله. يعني بسرعه كتحسوا ان الكيكه ديالكم كتقلب، ما كيلصقوا ما حتى شي حاجه. لاحظوا معايا يعني كيك ناجح وسهل وسريع، بدون فرن بدون مقلاس كما كتشوفوا معايا، يعني هذا هو الشكل ديالهم. نحاول نزينهم بزين بسيط ونطلقاو باش تشوفوهم كيجيو من الداخل كذلك، والنتيجه النهائيه تبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. زينتو بهذا التزيين البسيط اللي كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. غندوزو دابا نفتحو تشوفوا كي جا من الداخل. بسم الله
ولاحظوا الكيك ديالنا يعني كي جا من الداخل يعني هائل بعد ما فتحته دابا كما كتشوفوا معايا يعني رطب ما شاء الله. لاحظوا الكيك ديالنا الهشاشة ديالو، ما نقولش لكم عليه يعني عن تجربة ناجح ما شاء الله. كما كتلاحظوا معايا كيك ناجح وهائل وخفيف خفيف يعني رائع. كنشجعكم انكم تجربوه لانه بالفعل كيستحق التجربه. لاحظوا يعني الكيك ديالنا كي تيجي، لاحظوا معايا كنتمنى هذه الحصه انها تنال الاعجاب ديالكم وانكم تكونوا استفدتوا ولو بالقليل. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه وعلى التشجيعات الرائعه ديالكم. وما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والحباب ديالكم باش الفائده تعم، وكذلك تخليو لي لايك اللي كيشجعوني. وانتظروا الجديد ديالي وانا كذلك في انتظار تشجيعاتكم الرائعه. والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده او نصيحه جديده مع خديجه. وشكرا على المتابعه.